مرحبا أصدقائي، كيف حالكم؟ اليوم أحضرت إليكم منتجات رائعة بإمكاننا أن نستغلها بديلا عن الجهاز اللوحي أو كما نقول التابلت. هيا بنا لنستكشفها سويا. هيا بنا. في البداية لدينا هنا حقيبة للنشاطات. هذه الحقيبة من آيكيا. الحقيبة لها يد تحمل منها، وهذه هي قياساتها كما لدينا هنا. والآن لنفتح الحقيبة سويا. كما ترون هنا أصدقائي، لدينا مكان فيه مطاط بإمكاننا أن نضع الأقلام فيه أو الألوان، ولدينا هنا جيب. هذا الجيب يغلق ويفتح، وهذا الجزء شفاف حتى نرى ما في الداخل. ولدينا هنا جيب آخر لكنه مفتوح لا يغلق. إذن فلنزل أولا هذه الورقة حتى نستطيع أن نضع الأشياء بداخل الحقيبة. هكذا. ولدي أيضا منتج آخر هنا، هي ألوان من آيكيا أيضا. هيا لنفتحها ونضعها في الحقيبة. وهكذا أصدقائي انتهينا من وضع الألوان في الحقيبة. انظروا إلى كمية الألوان، بإمكاننا أن نضع ألوان خشبية، ألوان مائية، ألوان شمعية، أي لون من الألوان وأي نوع من الألوان. فلننظر هنا كيف بإمكاننا أن نستغل هذا المكان. هل تعرفون أن هذا المكان يتسع لأشياء كثيرة ونشاطات أكثر؟ فنستطيع أن نضع في هذا الجيب بعض القصص، ولكن يفضل أن تكون القصص صغيرة ليست كبيرة حتى لا تأخذ مساحة، فنضعها بهذه الطريقة. انظروا إلى حجم القصة، ليس كبيرا، هكذا. ونستطيع أيضا أن نضع بعض أوراق التلوين هكذا. ويمكننا أن نضع ورقة فارغة أو أقلام، أو نضع دفترا وقلما حتى يكتب الطفل ما يحب. إذن فهيا نجرب الألوان. المميز هنا أن لدينا هذا الجزء. هذا الجزء نسند إليه الورقة حتى لا تتحرك، هكذا. فالورقة هكذا لم تتحرك. إذن فكيف يلون الطفل؟ نضع الورقة هكذا أمامه، ثم يقوم هو بفتح الحقيبة. ويخرج القلم الذي يريده. ثم يبدأ بالتلوين. وهكذا انتهينا من مراجعة اليوم. يبلغ سعر الحقيبة حوالي 20 دولارا، أما الألوان فيبلغ سعرها حوالي 10 دولارات. أرجو أن تكونوا قد استفدتم من حلقة اليوم، وشكرا لكم، إلى أن ألقاكم في المرة القادمة إن شاء الله.